السلام عليكم، معكم احمد مطر. النهارده هنتكلم ان شاء الله على حلقه جديده من حالات انا ليه مش بخس، وهي بعنوان الدهون المهدرجه. الدهون المهدرجه ديت بنشوفها او بنتعامل معها في صوره ايه؟ عارفين السمنه اللي موجوده في السوبر ماركت اللي هو بيقول لك بطعم وريحه السمنه الفلاحي ولا بالزبده الفلاحي؟ ده هكس. دي الدهون المهدرجه ديت او السمنه النباتي دي معموله من زيوت نباتيه متضاف عليها غاز الهيدروجين عشان يغير من ريحتها وطعمها وشكلها ومده صلاحيتها، وهو في الاخر المصنع مستفيد لانها رخيصه جدا وبتقعد فتره طويله فبتعيش. وان قصد بيستغل ان الناس عايزه توفر من الزبده الفلاحي او الزبده الطبيعي لانها طبعا سعرها غالي والناس بتسترخص، وفاكرين ان ده بديل صحي. طب اختار الدهون المهدرجة او السمنة اللي احنا بناكلها دي ايه؟ اولا اختار على القلب، اختار على الجهاز الهضمي والمناعة. ده غير ان الزيت اللي هو اصلا ممنوع منه السمنة، اللي هو معمول منه السمنة ده، لما بتزيد عليه درجة الحرارة بيصبح مادة مسرطنة. كل المصايب السوداء دي محطوطة في حاجة بتنصب علينا بيها ويقول لك دي حاجة طبيعية. ده غير ان الدهون المركبة هي دهون صعبة التكسير، يعني انت لو انت جسمك مشبع بيها انت هتاخد فترة طويلة قبل ما جسمك يتخلص منها. طيب البديل ايه؟ الزبدة الطبيعية احسن بديل لو كانت غالية فهي صحية. والموضوع وصل ان في امريكا في اواخر 2018 او 2019 امريكا منعت المصانع ان هي تتعامل بيها، وحط لكم اللينك للكلام ده في العنوان من تحت عشان تشوف نفسكوا ان الموضوع بقى خطر. ان شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم عن نصب دكاترة التخسيس. هستأذنكم لو الحلقة دي عجبتكم هتعملوا لها لايك.